انت انا بتبعتي الحقيقه يعني فكره الحوار في حد ذاتها، اطلاق حوار، كلمه الحوار في حد ذاتها هو امر ايجابي جدا، ان احنا يبقى عندنا مسار او عندنا منصه نقدر نتكلم فيها، نستمع الى بعض، نتبادل الاراء، نتناقش سويا. دي مساله مهمه جدا، وهو شعار الحقيقه تم يعني تداوله واستخدامه بشكل كبير بين الناس، لكن لو ركزنا في معناه او مخزاه نجد انه مهم جدا. الاختلاف في الراي لا يفسد للوطن قضيه، كلنا ممكن يبقى عندنا آرائنا الخاصة، ممكن يبقى عندنا اختلافاتنا، ممكن بعض الناس تبقى شايفة أن حل هذه المشكلة أو حل الموضوع الفلاني يكمن في التصرف ده، البعض الآخر يشوف أنه لا، ممكن يبقى فيه أطروحات ومقترحات مختلفة. ده كله على فكرة شيء إيجابي مش شيء سلبي، كل ده لما يتحط على طاولة واحدة ويكون فيه التزام بمبادئ الحوار أو التزام بأنه كلنا نسعى ليه، ما هو أفضل وما هو خير للبلد ده، بدون يعني بدون مغالاة في الاختلاف أو بدون انطباعات أو أحكام مسبقة، ده أمر إيجابي جدا وبالتأكيد هيؤدي إلى نتائج إيجابية، سواء بنتكلم في المحور السياسي أو المحور الاقتصادي. وإحنا محتاجين بالفعل النهاردة والعالم كله بيمر بأزمة اقتصادية كبيرة، إحنا محتاجين نستمع إلى كل الآراء، يعني محتاجين نشوف عندنا بالتأكيد ناس كتير جدا في مصر أصحاب آراء مهمة، أصحاب خبرات مهمة، أساتذة، خبراء، أكاديميين، حتى الشباب، الاستماع إلى الشباب مسألة مهمة جدا، خصوصا بالخطوات اللي تمت لتمكينهم وتمت لدعمهم. فبالتالي النهاردة فكرة أنا يعني شايفة أنه تقدم كبير وخطوة كبيرة جدا، وجت في وقتها الحقيقة بعد ما حققنا يعني تقدم معين في الاستقرار السياسي في البلد. بعد مرحلة الاستقرار السياسي جاء بقى الوقت أنه نقعد ونتكلم ونتناقش ونستمع إلى كل الرؤى، من غير زي ما قلت فكرة التشنج أو من غير فكرة الاستقطاب الشديدة. ده حاجة مهمة جدا ومشهد مهم، والجميل أنه إحنا بنشوف كمان حوار يعني في كل الأطياف السياسية، من أقصى اليمين السياسي لأقصى اليسار، بنشوف مؤيدين ومعارضين وشخصيات تتمتع بالاستقلالية حتى السياسية والفكرية، والأهم أنه بيتم طرح الأسئلة اللي بيسألها المواطن بشكل يعني واضح، وده ظهر في الكلمات الأولى سواء كلمه السيد عمرو موسى، فريد زهران، الدكتور حسام بدراوي وغيرها من الكلمات والأسئلة المهمة سواء في سياقها السياسي أو الاقتصادي وهو الأولوية أو أيضا المجتمعي. احنا معنا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام، أهلا بك يا فندم منورنا. أهلا بحضرتك وأهلا بالسلام. يعني بعد طبعا أكيد خدنا انطباعات أولية بعد يوم الأربع عن البدايات، لكن أنت إلى هذه النقطة كيف حضرتك بترى سير الحوار الوطني، وإلى أي مدى تعول عليه في بدايات جديدة سواء كانت سياسية أو اقتصادية؟ هو احنا لازم في البداية نعرف الحوار الوطني ده الركيزة الأساسية للجمهورية الجديدة. الحوار الوطني ده يعني ببساطة كده هو اللي بيهتم بأمور الدولة وبأمور الشعب خلال المرحلة المقبلة، على المستوى المجتمعي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى السياسي. طبعا على المستوى المجتمعي في طبعا لجان كلها وثقة من اللجنة الأول محور المجتمعي، على مستوى التعليم ومناقشة التعليم ومناقشة تطوير التعليم وأساليب التعليم الحديثة، على مستوى الصحة، الخدمات الصحية ودور المستشفيات وكيفية العلاج وأسلوب التعامل مع الأمراض أو الأوبئة الحديثة. طبعا مستوى الاقتصاد احنا عارفين في الوقت الحالي ان في ظروف اقتصادية صعبة في مصر وعلى مستوى العالم كله، واللي بالتبعية يعني مصر بتتأثر بيه. فبالطبع هناك أفكار وهناك رؤى وهناك يعني خبرات كبيرة جدا داخل الحوار الوطني. الميزة كمان في الحوار الوطني حاجة مهمة جدا، ان يجتمع فيه كل خبراء وعلماء وكفاءات الدولة المصرية في الوقت الحالي، كل واحد بيطرح وجهة نظره ورؤيته يشوفها مناسبة في المجال المتخصص بتاعه. طبعا كل الرؤى وكل الأفكار دي والمناقشات هيتم بلورتها، وهيبقى في مخرجات لهذا الحوار وهتعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنفيذها. ولكن هو المهم أيضا
ان كل الاراء والافكار والاطروحات اللي بتطرح لازم يكون برضو انها قابله للتنفيذ على الارض فورا. يعني ما نحطش يعني الحوار ما يحطش مثلا حاجه او قرار او رؤيه غير قابله للتنفيذ. انا شايف البدايه والكلمات اللي اتقالت من السيد عمرو موسى وحسام بدراوي ورؤساء الاحزاب والسياسيين وكل ده يعني مبشر، وكل ده الهدف الاول والاخير اللي احنا بنلتف حواليه وبتلتف حواليه كل القوى السياسيه هو المصلحه الوطنيه للدوله المصريه. الكل بيعمل في للمصلحة الوطنية للدولة، لتقدم الدولة، لازدهار الدولة، للعمل على رفع المعاناة عن مثلا المواطن، رفع محاولة إيجاد فرص عمل، محاولة إيجاد قرارات اقتصادية جديدة، العمل السياسي في كل الأحزاب، الأحزاب تبتدي تعمل، الأحزاب تبتدي تنزل على الأرض، الأحزاب تشتغل، كل ده مهم في الوقت الحالي. ويعني هي بالطبع شيء مبشر جدا للدولة. أنا شايف أن أيضا المستقبل أيضا للحوار الوطني وما سيشهده الحوار الوطني بعد الجلسة الافتتاحية، خلي بال حضرتك برضو نقطة مهمة جدا، أن ما فيش أي خطوط حمراء اللي احنا شفناها حتى في الكلمات اللي قالت الجلسة الافتتاحية، ما فيش أي خطوط حمراء، ما فيش حد ما يقدرش يتكلم، لا اللي بيتكلم في أي حاجة طالما إن هي في مصلحة الدولة المصرية من حقه إن هو يقولها، ومن حقه إن هو يطرح الأفكار لحلها، ومن حقه إن هو يتحدث ويتكلم. ليه؟ لأن هدفه واحد، هدفه إن الدولة تبقى دولة ديمقراطية حديثة، إن كل الآراء والأفكار اللي بتتقال كلها يتم بالوريطة. وإحنا شفنا مجلس أمناء الحوار لما طلب من الرئيس عبد الفتاح السيسي في أحد القرارات إن هو الإشراف القضائي على الانتخابات كلها، الرئيس أصدر قرار بالموافقة طبعا على الإشراف القضائي، ومن قبلها طبعا لجنة العفو الرئاسي واثقة من الحوار الوطني، وتم العفو عن أكثر من 1000 سجين. إذن العمل ماشي ومبشر وفي مصلحة الدولة المصرية وفي مصلحة الجمهورية الجديدة، زي ما بقول لحضرتك في البداية إنها ركيزة أساسية للجمهورية الجديدة، الحوار الوطني، دولة ديمقراطية حديثة، هو ده اللي بيطمح إليه الشعب المصري، بيطمح إليه أيضا كل من يتابع الحوار الوطني. وأعتقد أن الأيام القادمة والاجتماعات القادمة ستكون مبشرة من خلال المحاور اللي هيبدأ الحديث فيها والرؤى اللي هتصدر منها والقرارات اللي هتصدر من الحوار الوطني. شكرا طبعا، شكرا جزيلا لحضرتك جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام.